طيب، وهل يصح ان احنا نتحدث كده في سيناء دون ان نسمع من احد ابطالنا بالقوات المسلحه المصريه سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار اكاديميه ناصر العسكريه؟ اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك بخير وبالف سلامه يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك وكل الساده المشاهدين ومصر والدول العربيه كلها بخير وصحه يا رب. افندم، انا بتكلم او احنا بنتكلم على تحرير سيناء واحنا بنحتفل ب 40 سنه من عوده هذه الاراضي، فكنت بقول انه تحرير سيناء وعودتها لينا ثم التنميه في سيناء اللي تمت او اللي بتحصل تحديدا من 2014 وحتى هذه اللحظه هي بتعكس مش بس اهتمام الدوله، هي بتعكس عزيمه واصرار حقيقي من الجيش المصري من ناحيه اللي حررها واللي ساهم في تنميتها فيما بعد ذلك يعني، وطبعا الدوله بسائر مؤسساتها. كيف يرى دكتور هشام الحلبي هذا الامر؟ الحقيقه انا بشوف هذا الامر ان في خمس ملاحم رئيسيه حصلت في سيناء، مش ملحمه واحده. الملحمه الاولى الناجحه هي حرب 73، ودي انا هقول نقطه واحده بس على كل ملحمه لان دي عايزه يعني وقت طويل. الحرب هو كسر نظريه الامن الاسرائيليه في 6 ساعات، اللي هي نظريه الحدود الامنه، صح، اللي هي احتلال ارض خارج الحدود والاستناد على موانع طبيعيه وصناعيه وعليها خطط نيران علشان يضمن بقاء حدوده امنه. النظريه دي صح، لكن اتكسرت في 6 ساعات، وده اللي خلاهم يجوا على ترابيزه المفاوضات ويقعدوا معانا بعد ما كانوا رافضين قبل 73. وهي انا بقول برضو كلام حضرتك صحيح، كان في المقدمه، هي انا درستها في امريكا انها الحاله المثاليه لقوات مسلحه اقل في الامكانيات حققت اهدافها على قوات مسلحه اعلى منها في الامكانيات. دي بتدرس بره كده، دي اعلى في الامكانيات وكانت مدعومه كمان، ده يعني دي بقى امكانيات زي ما حضرتك عايز، وكنا بنحارب امريكا واسرائيل بعد كده. صحيح. الملحمه الثانيه وملحمه في منتهى الاهميه وملحمه المفاوضات، وهي نموذج محترف لم تصل اليه الدول في المنطقه، وخدنا ارضنا بالمفاوضات وبالكامل، وهو الحقيقه نموذج مشرف جدا ويدرس ايضا. صحيح. الملحمه الثالثه هي ملحمه التحكيم لما حصل خلاف على طابة، وهي نموذج قانوني مثالي لاسترداد أرض دون قتال. ودي ملحمة أيضا تدرس قانونيا وتدرس يعني الحقيقة على أعلى مستوى. الملحمة الرابعة مكافحة الإرهاب، وكان قدر فينا نبقى فيه، وهي مكافحة الإرهاب نموذج أيضا لم تصل إليه دول كثيرة حتى الآن في العالم. في دول عظمى ما قدرتش توصل انها تتخلص من الارهاب دون المساس بالمدنيين او بممتلكاتهم، وقدرنا نكافح الارهاب ولم تتخلص مضل. يعني الدول العظمى يعني اذا كان احنا اتفقوا مع الارهابيين بعد كده، اتفقوا مع الارهابيين 20 سنه مش عارفين يطلعوهم، وقعدوا مع مرتز على ترابيزه المفاوضات. صحيح. فطبعا يعني انا هي نموذج الحقيقه كان نموذج اهم فيه انه التزم بالبعد القانوني والبعد الانساني اثناء مكافحه الارهاب، مش في سيناء بس لكن في مصر كلها. ونموذج الحقيقه كل التدريبات المشتركه اللي بتتم الدول جايه تتعلم مننا، كان النجم الساطع 21 دوله، كان ده مثال واضح جدا لان العالم كله بيتعلم من مصر. انا بشكرك جدا سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار اكاديميه ناصر العسكريه، ويمكن استلهاما من الكلام وتكمله عليه، الخمس ملاحم دول كل ملحمه تحتاج ان احنا نقعد لها، فانا هستاذن ان احنا مره لازم نقابل دكتور هشام ونقعد ناخد هذه الملاحم حديثا مسهبا لو صح الكلام.